السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل حاجه كده من الاخر، زي ما الكتاب بيقول بالظبط، حاجه كده تستاهل بقكم، تحفه تحفه تحفه. الاول نعمل ايه؟ نسمي الله ونصلي على رسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على افضل خلق سيدنا محمد اجمعين. معانا ايه ده يا جماعه؟ الحاجات الحلوه دي، الحلويات الجميله دي اللي بنستقبل بها رمضان وبنستقبلكم بها بقى ان شاء الله، حاجه كده تحفه. دي اسمها لسان الطير، حاجه تحفه جميله. شايفين المنظر؟ انا حبيت اوريها لكم الاول قبل ما اشتغل فيها علشان افتح نفسكم كده الحلويات الجميله دي. شايفين بتدوب ازاي؟ شايفين اول ما بتتك عليها كده بتدوب، تاكليها كده تدوب في بقك ذوبان. شايفين؟ شايفين الجمال؟ انا حبيت اكسرها كده علشان اعرفكم ان هي بتدوب ذوبان، تتك عليها كده بتتكسر من اقل حاجه، يعني اول ما بتاكليها بتدوب في البق. وكفايه منظرها، شكلها تحفه تحفه تحفه. ايه رايكم في الجمال والمنظر ده؟ نبدا بقى ان شاء الله ونقول المقادير علشان ايه نبدا في الشغل فيها. يا رب النهارده الفيديو ايه يعجبكم وينقل اعجابكم ان شاء الله، ونبقى خفاف عليكم كده ان شاء الله. انا حبيت اوريها لكم بس الاول قبل ما ايه ابدا بالمقادير ونشتغل مع بعضنا. برفع اهو علشان اقرب من الكاميرا علشان اوريكم الجمال بتاعها والرقام بتاعتها شكلها ايه. نبدا كده بقى بسم الله ونبدا ايه نشتغل فيها. معانا قد ايه دقيق؟ ده نص كيلو دقيق، واللي ما عندوش ميزان 5 كوبايات كبار دقيق. يعني ما عندكيش ميزان يبقى 5 كوبايات كبار، عندك ميزان نص كيلو دقيق. معانا قد ايه ملح؟ معلقه ملح صغيره. واحده واحده معانا بقى ايه والتفاصيل علشان ايه يطلع النتيجه جميله زي ما انا مررتها لكم كده. دي معلقه ملح صغيره، ومعانا باكو بيكنج باودر هنقلبه في الدقيق. دي معلقة ملح اللي قلتلكوا عليها. دي بقى قد ايه؟ 5 معالق صغيرين زيت، 5 معالق صغيرين زيت، ودول 5 معالق صغيرين خل. بعد كده هنعجن بمية. طبعا المية مش هقولكوا المقادير لان دي كله بيختلف، يعني دي كله مش زي بعضه. احنا هنخليها عجينة ايه يعني كويسة، مش طرية ومش يابسه قوي، يعني برضو يكون يعني مش طريه قوي. يعني هي حوالي هتاخد حوالي 1.5 كوباية ميه، مش اكتر من كده. طبعا الميه ما تسخنهاش، الميه برد يا جماعه، الميه مش سخن. هنعجنها كويس لحد ما تلم كده زي ما تاخد ميه، احنا عايزينها يكون مش طريه. طبعا انت عندك عجان تعجني فيه رايحك كتير براحتك، يعني عايزه تعجني على ايدك ماشي، عندك عجان تعجني على في العجان ماشي. هي بتاخد حوالي 1.5 كوباية، حطي 1 كوباية الاول وبعد كده تشوفي بقى، حطي شويه شويه كده لحد ما العجينه تلم معاكي. اهو زي ما انتوا شايفين انا بحاول المها اهو. بجيب ايه نقطه زيت كده علشان المها بيها، يعني نقطة بسيطة يعني معلقة صغيرة كده لمها بها شوية زيت. بعد كده هنسيبها ترتاح حوالي ربع ساعة. طبعا هي مفيهاش خميرة بس لازما العجين يرتاح. انا قلت قبل كده يا جماعة العجين لابد ان هو يرتاح، سيبه ربع ساعة. بعد ما سيبناه ربع ساعة هنعمل ايه؟ هنبدا ايه نعجن العجينه تاني. هوريكم ازاي نعملها دلوقتي. طبعا انا بعجنها تاني ليه؟ علشان اخلي لها عرق جامد. شايفين انا بقعد اشد فيها وافرد والم كده، علشان اما بعمل كده بخلي لها عرق جامد. اهو بحط شويه زيت علشان ما تلزقش في الرخام. شايفين ده كله يا جماعه بتخلي العجينه بقى حلوه وبيخليها فيها عرق جامد ما تقطعش مني. اهو زي ما انتوا شايفين كده.
كل ما تحس انها لزقت تقومي حاطه شويه زيت صغيرين لحد ما تعجنيها كويس. وبعد كده برضو هتسيبيها ربع ساعه او نص ساعه حسب، يعني ممكن تسيبيها ربع ساعه نص ساعه، يعني كل ما تسيبيها احسن علشان لما تيجي تفرجيها ما تلمش معاكي. هنحطها في كيس ونسيبها ربع ساعة. طبعا يا جماعة رمضان جاي علينا بقى، والحلويات بقى طبعا كله بيزهق لو عملنا كنافة كل يوم او قطايف، فلازم نجدد في الحلويات بتاعتنا بقى. لو عملتوها هتعجبكم اوي بصراحة، يعني عايزاكم تعملوها وتقولي رأيكم في التعليقات. بس لو عجبتكم ايه بقى، انتوا عارفين شايفين العرق بتاع العجينة عامل ازاي، انا بوريكم ازاي شايفين، علشان اتعجنت حلو، عشان العجن اللي انا عجنتها التانية دي هي اللي خلتها عاملة كده. لو الفيديو عجبكم بقى يا جماعة منسونيش ايه في اللايك اشتراك وتفعيل الجرس، علشان ايه كل ما اعمل حاجة جديدة توصل لكم ان شاء الله. فانا عايزاكم تعملوها وقولولي رأيكم في التعليقات، هتعجبكم بصراحة، يعني عجبتني اوي بصراحة. انا بحط زيت يا جماعة علشان ايه ما تلزقش في الرخام العجينة، ما تلزقش. بعد ما قطعتهم قطعتهم 11 قطع، اغطيهم وسيبهم ربع ساعة برضه. بعد ما سبتهم ربع ساعة هبدأ افردهم. هنعمل ايه بقى، اشوف الفرد، بشوف الايه، انا عايزكم تلاحظوا التكات دي بقى. هنفردها واحنا جايبين مسيحة زبدة على زيت، حابة تحطي زيت بس براحتك، بس طبعا الزبدة بتخلي لها طعم، يعني براحتك حابة تحطي زيت ماشي. جايبين طبعا كمان ايه نشا، لان بعد ما نعص زبدة كده هنرش رشة نشا اهو زي ما انتوا شايفين اهو. هوريكم هنعمل دلوقتي. التزموا يا جماعة بالتفاصيل علشان تاخدوا نتيجة تعجبكم في الآخر. اهو زي ما انتوا شايفين انا برققها، يعني التاني تشدي فيها ترقيها، اهو زي ما انتوا شايفين مرققها خالص اكني هعمل فطير بالظبط. اهو بعص دي سمنة على زيت، زبدة على اهو زي ما انتوا بوريهالكوا كده، دي زبدة على زيت. بقى برش رشة نشا بعد ما اعص الزبدة على زيت، ارش رشة نشا. ليه رشة النشا بقى، ايه المغزى من رشة النشا دي؟ هطبقها كده اقول لكم الاول، بس بطبقها ايه ثلاث تطبيقات، تطبيقه من يمجي وتطبيقه من يمجي، تطبيقتين بس، وافردها كده واحط برضو رشة نشا اهو واعملها مربع واركنها بقى واعمل غيرها. عملت كذا واحده علشان ايه، يعني اوصل لكم الفكره ازاي. ليه بنحط النشا بقى، النشا دي يا جماعه علشان الريقان يعني تبقى ناشفه، يعني لما تيجي تقليها طبعا النشا بتنشف اي حاجه، فاحنا عايزينها ناشفه وتدوب في البق كده. بنحط الزبده برضو علشان لما تيجي تاكليها تدوب في البق، والنشا دي علشان تنشفها تبقى ناشفه اهو زي ما انتوا شايفين كده. بس اهم حاجه يا جماعه الرقان دي تكون رقيقه، اهو شايفين انا برققها قد ايه. انا بعملها على شكل مستطيل مش مدور، يعني الفرد بتاعي انا بفردها على شكل مستطيل زي ما انتوا شايفين كده، برش رشة النشا اهو واطبقها تطبيقتين اتنين مستطيل كده واعملها مربع واركنها ترتاح. طبعا اما اجي ابدا بقى الفردة التانية ببدا من اللي انا عاملاه الاول، يعني علشان يكون ارتاح، ما بجيبش من الاخر علشان تخلصيه وتبداي تجيبي من الاولانية اللي انت عاملاها اول واحد علشان تكون ارتاح. بفرد على شكل مستطيل اهو زي ما انتوا شايفين كده، شايفين العجينه حلوه ازاي، لا عرق علشان اتعجنت مرتين. حط معلقه زبده وعصها كده ورشه نشا. بعد بقى خلصنا الكميه كلها زي ما انتوا شايفين، دول 11 قلت لكم قطعتهم 11 قطعه، دول نص كيلو دقيق. هنبدا نعمل ايه بقى، هنسيبهم برضو يرتاحوا 15 دقيقه. بعد ما ارتاحوا هنعمل ايه، هنجيب برضو المعموله الاول علشان تكون ارتاحت اكتر، هنفردها خالص نخليها رقيقه تاني.
على شكل مستطيل، تفرديه على شكل مستطيل مش مضاد مربع، هو زي ما انتوا شايفين كده. ورققها بقى زي ما انتوا شايفين، انا هوريكم اهو السمك بتاعها قد ايه. انا برققها يعني تفرديها ترققيها اهو، وانا بوريك السمك بتاعها قد ايه رقيقه. اهو شايفين بفردها بالطول كده علشان اخد شكل المستطيل. طبعا كل ما العجينة ترتاح معاكي بتبقى سهلة بالنسبة لك، يعني لما تريحيها تفرد معاكي بكل سهولة، لكن لو مريحتهاش هتلم منك. اهو شايفين رقيقة ازاي، ترققيها ما تخليهاش تخينة. يعني سر نجاح الحلويات دي ان هي تكون العجينة رقيقة مش تخينة. اهو زي ما انتوا شايفين انا برققها خالص، يعني انا جبت كذا واحدة عملتها، يعني ما اكتفيتش ولا واحدة ولا اتنين علشان اوصل لك المعلومة تعرفي ان هي ايه بتنفرد قد ايه تبقى رقيقة. علشان انا بحب اعمل اهو وبرها لك اهو، عشان بحب اعمل حاجة بكل التفاصيل. حاطين صاجة على النار وهن يا دوبك نسيبها 20 ثانية، يا دوبك تعزل من على تشمع كده وقوم قلبها، ما خلاش تتحمر. دي تكاية مهمة قوي يا جماعة، ما تخلاش تتحمر، يا دوبك تعزل من الصينية. اهو شايفين انا عايزاها بيضة زي ما هي، مش عايزاها تكون متحمرة. طبعا معنا فوطة كده بنغطيها على طول اول ما تطلع علشان ما تنشفش، هتفرجي فوطه وتحطيها اول ما تطلعيها تحطيها وتغطي على طول. انا ما بحمرهاش يا جماعه، انا مش عايزه احمرها، انا عايزه اخليها تشمع بس. شايفين انا شلتها بقى كده خلاص، انا جايبه منديل وحاطه نقطه زيت عليه، منديل ما تحطيش زيت كتير. طبعا النار هاديه، النار مش عاليه، النار هاديه مش عاليه عشان انا مش عايزاها تحمر. شايفين يا دوبك 20 ثانية، مفيش اكتر من كده. شايفين بتقب ازاي علشان هي ريقان من جوه، احنا عاملينها ريقان وفردينها. دي تدل بقى ايه في الاخر لما تيجي تلفيها يعني الريقان دي بتتفقش كده، بتدوب في بقك لما تيجي تاكليها. نلفها تاني، احنا مرناش الا اللف النهارده. لفينا كذا مره، هنلفها تاني المره الثالثه. اهو زي ما انتوا شايفين تغطيها على طول بس تكيه عشان ما تنشفش منك. عندك جريل، عندك اي حاجه تحطيها صينيه تحطيها. شايفين الرقيقه ازاي، انا مش مدخنه، فردتها تاني رقيقه، يا دوبك تعزل 20 ثانية، مفيش اكتر من كده. انا مش عايزاها تحمر، اوعي تحمر منك، يعني وانتي واقفة على طول في لحظة بلحظة كده وتشيلي على طول، بتشم النار بس تشمع وتقلبيها على الوجه التاني وخلاص. شايفين انا بقلبها قلبة وقلبة وخلاص، واشيلها على طول زي ما انتوا شايفين كده. انا جايبة الكوزة واحدة علشان ايه اوريكم كل التفاصيل. ما بتقعدش على النار اكتر من 20 ثانية، نار متوسطة مش عالية. يا جماعة بقول لكم كل التفاصيل بأمانة بصراحة، علشان أنا بحب الحاجة اللي أعملها تعملوها حلوة برضو، يعني ما تنسوش حاجة تطلع ما تعجبكوش، التزموا التفاصيل، يعني هتاكلوا حاجة كده يعني حاجة حلوة قوي بصراحة. شايفين البقبقة دي، الفقفقة بتاع العجين دي هي الرقان بقى اللي احنا عاملينها وحاطين بينها زبدة وزيت ونشا، هي اللي بيخليها تعمل كده كده. فدي من سر نجاح العجين، ان يعني هي تبقى مبقبقة كده زي ما انتوا شايفينها كده، قبة شوية ازاي بتقب شوية بشوية. طبعا انا بحطها فوق بعضها واغطيها علشان انا مش عايزاها تبقى ناشفة، عايزاها تبقى طرية.
كل ما تريحي العجينة يعني كل ما تريحيها تفرد معاكي، ما تغلبكيش في الفرد، ما ريحتهاش هتلمي منك، فلازم اي عجين يرتاح. بعد بقى خلصنا الكمية كلها هوريها لكم دلوقتي، اهو زي ما انتم شايفين انا جايبه فوطه ومغطيها ازاي، اهو دي الكمية كلها خلصناها. هنعمل ايه؟ هنبرمها كده، نعملها رول، هنلفها. بس قبل كده جايبين معلقتين دقيق وعجنينهم عجين عشان الزقها بهم، احط على الطرف كده عجين اهو زي ما انتم شايفين كده علشان الزق الطرف في الرول اللي انا عاملاه ده. عجين عادي خالص، معلقتين دقيق على معلقتين ميه وعجنهم عجين، بس مفيش اكتر من كده. شايفين التقطيع دي بقى اهو، بجيب جنب السكينه كده احط صباعي، انا بقطع زي ما انتم شايفين عرض صباعي بس، يعني ما تطخنهاش، خليها صغيره يعني يا دوبك تحطي صباعك كده وتقطعي بالسكينه بس. وحيد تقطعي صباعك يعني احنا بنقطع العجينه مش بنقطع صباعنا. نحط صباعي علشان اوريكم القطعيه ما تبقاش عريضه، مش يكون حد فهمني غلط. اهو زي ما انتم شايفين انا بحط صباعي علشان اقيس عليها، اهو انا قلت اقص العجين الاول علشان ايه تسهل علي الزق على طول. اهو العجين اللي بقصه ده عجين عادي خالص، معلقتين دقيق على معلقه ميه، عجينه تخينه شويه كده علشان ايه تلزق وخلاص. بس اهو جيب السكينه، شايفين انا يعني ايه بعوج السكينه كده علشان اقطعها سمبوكسه. اهو شايفين حاطه صباعي ومقطع، بس بقطعش على صباعي، اقطع جنب صباعي اهو زي ما انتم شايفين. اهو شايفين الجمال بقى شكلها تحفه. حاطين زيت بقى كتير في حله، انا بقلي الحاجه ما اكون هعمل اللي احط لها زيت كتير، عامله حله كده للقليه. طبعا النار متوسطه مش عاليه لان عشان تنشف معانا، يعني ما تعليش النار خليها متوسطه، واما الزيت يقدح تبداي تحطي كده. طبعا احنا عاملين سيرب تقيل علشان اول ما تطلع نحطها في السيرب على طول. حطي الزيت يكون كتير، ما تحطيش زيت يعني ايه زيت عويل، حطي زيت كتير. شوف انا جايبه حله صغيره دي وحاطه فيها زيت كتير، انا بكون بقلي حاجه فيها زيت كتير بقليها في الحله دي، انا عامله الحله دي مخصوص للقليه بس. ابدا اقلبها بقى كده واتك عليها علشان ايه تتحمر كمان من جوه، يعني الريقان بتاعتها بيخش لها زيت بقى وتحمر من جوه وتنشف من جوه، يعني اتك عليها كده زي ما انا بعمل كده. وهجيب مصفى برضو واتك عليها علشان ايه الزيت يحمرها من جميع الجهات. بقلب على طول، طبعا هو ما الزيت يكون كتير يعني بتتحمر كويس عشان يكون الزيت عويل، كل ما كتري الزيت بتتحمر من جميع الجهات تبقى شكلها ذهبي كده وشكلها جميل. تبقى تعملها ان شاء الله في رمضان كده جاي لك ضيوف ولا حاجه فتعمليها بتدي منظر وشكلها تحفه كده على السفره، تبقى شكلها جميل. يعني احنا بنحب مثلا بنكون عازمين حد بنعمل حاجه مختلفه يعني غير الحاجه المعتاده اللي احنا عارفينها اللي كله عارفها، بتعملي حاجه كده يعني غريبه شويه فبتبقى يعني ضيوفك مبسوطين بيك ان انت عملتي حاجه يعني مهتميه بهم وكده، فبتبقى تدي منظر جميل برضو. شايفين بقى بدات تحمر اهو، خليها تحمر كويس علشان تديك اللون الجميل. انا بتك عليها اهو علشان تحمر من جميع الجوانب، بتك عليها بمصفى كويس.
تتحمر كويس تبقى احسن، ما خليهاش يعني ايه بيضه، خليها حمرا كويس تحمر ايه شكلها ذهبي جميل كده. شايفين هو اللون ده اللي انا عايزاه، شايفين جمال. طبعا عامله السيرب اهو، احطها فيه على طول اهو واقلبها فيه، وعامله مصفى بعد ما احطها في السيرب، احطها في مصفى عشان تصفي ايه السيرب الزياده بتاعها اهو. بعد ما خلصنا بقى ايه، شايفين الجمال والحلاوه، حاجه كده تحفه. يا رب يعجبكم النهارده الفيديو، بس لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان كل ما اعمل حاجه ان شاء الله توصلوا. يا رب الفيديو يكون خفيف على قلوبكم كده النهارده ان شاء الله ويعجبكم. شايفين اهو، انا بوريكم برده تاني عشان اكد لكم المعلومه ان هي تحفه، بتدوب في البق كده ذوبان، والله بتدوب بصراحه جميله، وشكلها يعني الصوره هي اللي تتكلم بقى، انا مش هتكلم كده، الصوره هي اللي تتكلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.